هذا اليوم المبارك وتشرفنا بفضيلة الشيخ فهيم الأنام حفظه الله تبارك وتعالى. والله لقد شرفنا ونورنا في رحاب دار الأرقم الإسلامية، ونشكر فضيلة الشيخ على ما تعب وتحمل من مشقات كثيرة للوصول إلى هذه المدرسة. فعلا هذا لا يدل على حبه الخالص لنا. والشيخ يعني فترة طويلة معنا، يعني يساعدنا ويدعونا هذا المعهد المبارك. فعلا إن هذا المعهد المبارك يخدم خدمة جليلة، خدمة اللغة العربية، خدمة العلوم الشرعية في أرض بنغلاديش. المعهد الحمد لله تمت معادلته بشهادة الثانوية الأزهرية، فهذا إنجاز عظيم بالنسبة لبنغلاديش. وندعو الله تبارك وتعالى أن يبقى مثل هذا الظل علينا إن شاء الله ما دمنا في هذا العمل الخيري. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كل هذه البحوث في ميزان حسنات هؤلاء الإخوة الكرام الذين سخروا الله تبارك وتعالى لخدمة الخلق، لخدمة طلاب العلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله، الآن أنا أقف بجنب شيخ ثناؤ الله الأزهري مدير في هذا المعهد دار الأرقام. في الحقيقة أول مرة التقيت به، رغم أنني كنت في الاتصال مع الشيخ. حينما دخلت في هذا المعهد ورأيت الإعلان ممنوع الكلام بغير اللغة العربية، فقلت سبحان الله، يعني في هذا المكان الطلبة يتعلمون اللغة العربية. وبعد ذلك حينما بدأت أن أتحدث مع الطلبة، وخاصة في مجموعة الذين سوف يذهبون إلى الأزهر ويلتحقون بالكلية كما ذكر الشيخ، فهذا كذلك يعني شيء عظيم أن الطلبة يدرس هنا، وبعد يعني مستوى الكوليج يعني يلتحق بالكلية في الأزهر يعني مباشرة. هذا شيء عظيم. أنا أعرف حتى الطلبة من بريطانيا يعني الذين يذهبون ويدرسون سنة أو سنتين قبل الكلية، فهذا شرف لدار الأرقام، وهذا شرف للطلبة إن شاء الله. وإذا اجتهدوا الطلبة هنا يعني سوف إن شاء الله يستفيدون يعني بالتحاق بالكلية في الشريعة إن شاء الله. ففي الحقيقة يعني في بنغلاديش يعني معهد يدرس باللغة العربية، يعني هذا الشيء يعني نادر في الحقيقة. أنا لا أدري هل فيه معاهد أخرى، ولو كان معاهد أخرى يعني يكون قليل. فهذا المعهد يدرس باللغة العربية، والتدريس باللغة العربية يعني ليس سهل، خاصة يعني الناس لا يتكلمون بالعربية، فالطلبة حينما يدخلون يتحدثون بالعربية. فلذلك أنا أدعو خاصة يعني الذين خارج بنغلاديش يعني نحاول أن نساعد يعني هذه الكلية يعني بالدعاء وبالدعم يعني وبكل شيء إن شاء الله. وحتى يعني إذا كان هناك طلبة الذين يريدون يعني تعليم اللغة العربية فيستطيعون أن يأتون ويعني إن شاء الله يتعلمون اللغة العربية. فإن شاء الله الدعاء يعني إلى الجميع إن شاء الله للمساعدة وللدعاء إن شاء الله. والطلبة إن شاء الله ندعو لهم يعني إن شاء الله أنهم يعني يكون في المستقبل يعني يكون عندهم مكان عالي إن شاء الله. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.